بسم الله الحمد لله ربنا اجعلنا دعاة سلام ومحبة ويقام يا حنان كلمة يا رحمة شكال المفسدين هذه الفكرة غلطة عن أهل الحق والأنبياء عليهم السلام ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا إنما أنت من سحر تريك نكر أنصر سلو سلو وفقا تقرأ فاسك الأنصر سلو بسي طا سكين بي وسكين بي اللي ترتين بي اللي كما يراز كمبلتمون جيب وردي كمبلتمون دي زغدن. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت لبشر في الكلمة تجيبنا هم الخلق لكن جميل البشر يمكن يكون نبي عليه الصلاة والسلام مثل ما عن البشرين يشوف يقول لكم أي نبي يكون يذكر القرآن أو يصوم جميعا يقول أنا بشر مثلكم يوحى إلي هم الفارق الواحد نزل علي أن يصالحكم أنا ما علي كالإخبار وما لا رسولي إلا البلاغ وما لا رسولي الكرام عليهم السلام إلا البلاغ ما أنت إلا بشر شكرا لاقتدام القرآن يعني بتكيكا السربية تهزك إلى أجواء أخرى وإفاق أخرى ما أنت إلا بشر مكتب فأتي بآية أبارك نوع سيني ميراكو يعني أنت هو جاك الزحبيب من تتعجي فيه الكبابين هذي كان سوء أخلاق هذي موجود عنه هنا يعلم الكرم سوء الأخلاق لأحسن تركاه لا تأمن في شيء حتى كلامه متقبل منه شيء يسرق لا ضمير له يعتدي على المغفلات الغافلات من أنا ولا كان مخطر بشيء وعمر ما حس بنفسه وعمر ما كان بالسماح وما جمل يقول بربان شكرا واحنا هذه السماح هذه عبر التاريخ قليل من المجرمين من يتعد من سبقه قلت أخوانا لا أعرف اللي عمي وعمالي أنا وليش كانوا أمرهم وبعد يقول كانوا أمرهم ربما ما خلصوش ولهذا نولي أنا النيل اللي كل ممكن من ما بعد حساب مغليب حساب عسير يجمعون ليس بعد ويقول لك أي أمت للسماح ولا عملية طالب السماح يوصل يعتمد يخطئي ويخاف مما سيأتي بعد ذلك لا يبدأ يحصل لك الضعيفة اللي اعتدى عليها بالاقتصاد الأحجي لك وتبدأ المجموعة البشرية اللي فيك ممكن تعاونوا خاطر هي باتها قد اعتدي عليها من خلال اعتدائي على المغفلة وعندك إنسى ربي لكن لا يقرب من الإله فلا يقول حق فاستل بشأن البعض يعني يقول ربي ولما أسلمون انتقم منه ولما أهربونا انتقم منهم انتقام ليس فيهم ظلم لأين كان نعود إن شاء الله تعالى